بلادنا كانت في خير، كنا في خير في عهد الرئيس تحبيب بورقيبة. من بعد ما دخلت فيها الاتجاه الإسلامي إخواننا المسلمين اليمين، نجم نقول معناتها الإسلاميين هما كما اليمين المتطرف تاع إسرائيل بالضبط، شياطين تاع سرقة تاع حروب. من وجهة النظر نتاعك أنت، كيفاش ترى تونس في العشرية الأخيرة من ناحية سياسية؟ طبعا من ناحية سياسية بلادنا كانت في خير، كنا في خير في عهد الرئيس تحبيب بورقيبة. بون جاء بعده بن علي كذلك رايدين. من بعد ما دخلت فيها الاتجاه الإسلامي إخواننا المسلمين اليمين، نجم نقول معناتها الإسلاميين هما كما اليمين المتطرف بتاع إسرائيل بالضبط، نفس الحزب اللي ينتمي له شو اسمه هذا ده، ينتمي له الشيطان الغنوشي، ينتمي له الشيطان الغنوشي. هو يمين متطرف، هو حزب، هما إسلاميين خاطين على البلاد التونسية، هما محكومين بالإعدام من طرف الرئيس الجمهورية بورقيبة، من طرف زين العابدين. جاء قبلهم بيجلس قايس السبسي على أساس وأنه باش تقاس معهم الحكم. هما الإخوان، هما اليمين المتطرف، هما معناتها نفس الشيء بتاع أفغانستان، نفس حكام أفغانستان. مشابهة لمصر، كان نشوفوا حتى في مصر. لا، الأحداث مشابهة في تونس، مشابهة نوعا ما الأحداث اللي في مصر ودول أخرى، هجوم الإخوان. الإخوان نظفوه المصريين، الرئيس السيسي نظفهم، هما الشياطين في الدنيا، شياطين كما اليمين المتطرف نتنياهو، نفس الإسلاميين. هما إسلاميين غدارين، إسلاميين ليس منا، نحن مش ديننا مسلمين بس نحن مش إسلاميين. الإسلاميين هما يمين متطرف، هما إخوان تاع حروب، شياطين تاع سرقة تاع حروب، نفس الشيء اللي في أفغانستان، نفس الشيء الإسلاميين. معناتها الاتجاه الإسلامي هو كما الشيء اللي في أفغانستان في عند أردوغان. وشنية ترى الحل باش نحلوا المشكلة ذي ونتخلصوا منها؟ الحل ترجع بلادنا كما كنا عاد بورقيبة، كما توا نحن عايشين والحمد لله مع رئيس قيس سعيد، يفهم الشعب التونسي شعب مسلم معتدل. نحن أقرب لأوروبا، نعيشوا نجم تقول معناتها نعيشوا رايدين. معناتها الأحداث الأخيرة اللي صارت في تونس، حادثة صفاقس مثلا، شنو رأيك فيها؟ هجرة الأفارقة لتونس، هجرة الأفارقة تونس، هما معناتها نحن بلاد اقتصاديا مضامة، باش يدخلوا على تونس ما عندهمش مكان هنا في تونس. كيف باش يدخلوا على تونس؟ ما فماش شغل، ما فماش معناتها اش باش تعمل لهم؟ افريقيا كبيرة، افريقيا محتلة من طرف فرنسا، فرنسا هي اللي تعفي على افريقيا باش هما يشتغلوا في بلدانهم. الاحتلال الفرنسي للبلدان الافريقية هو اللي خلى الافارقة تخرج من افريقيا. شنو الحل حسب رايك؟ الحل مش عندنا، الحل دوليا، الحل الترحيل مثلا، عامل فيزا على تونس. عندك الجزائر، الجزائر تجب تحمينا، هي اللي حاميتنا توا، هي الجزائر هي اللي حامية تونس، حاميتها حدوديا، حاميتها من الإخوان المسلمين تاع ليبيا، حاميتها من الجزائر، عندها خير علينا.